ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعين فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الحكومه كريم بنزيما وهو بيتعاقد مع نادي الاتحاد السعودي. مبروك عليه ان شاء الله، ويكون موفق باذن الله تعالى، ويشرف بلده الجزائر اللي هي بلده الاساس. وكان من كام يوم بيعيط في حفل وداع ريال مدريد، واللي لفت الانظار جدا جدا هو ابنه. في جدة توفيق للحكومة، وبجد مش بس أهل الجزائر بيحبوه، ولكن في مصر ليه شعبية كبيرة جدا جدا جدا. ربنا يوفقه يا رب إن شاء الله، ويكون متألق ويفضل متألق دايما. وهو كمان انتقل لأفضل مكان وهو في السعودية، يعني يعمل عمرة براحته وحج براحته ويتقرب من ربنا سبحانه وتعالى براحته. ألف مبروك ليه، ونتمنى له كل التوفيق والسعادة يا رب العالمين في الأراضي المقدسة. أشوف حضراتكم على ألف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، وأتمنى لكم السعادة والتوفيق. بحبكم من كل قلبي، السلام عليكم ورحمة الله.